واخر يقول: ما المقصود بالذكر الذي ورد في قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكري فان له ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني القران، الله القران والحديث السنه، من اعرض عن كتاب العزيز والسنه وطهره لا له هذا الوعيد في النار. والواجب على المؤمن ان يتقي الله ويأخذ بذكر الله ويعمل به ويستعين بالله على ذلك. ومن ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانها تكثر الذكر وتوضح معناه. هي من الذكر المنزه عن النبي عليه الصلاه والسلام.